إذن أجواء كبيرة مشاهدي الأفاضل في ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء بقيادة فيكتور ميغيل غوميس حكم من جنوب إفريقيا يدير هذه المباراة. الرجاء في حضور جماهير كبير وكبير جدا في مجموعة الموت، مجموعة مغاربية تضم الرجاء البيضاوي المغربي الترجي التونسي بالإضافة إلى شبيبة القبائل الفريق الجزائري العائد إلى منافسات أو دور مجموعات دور أبطال إفريقيا بعد 10 سنوات من الغياب. الفائز البارحة في خرجة الأولى أمام فيتا كلوب في تيزي وزو بهدف مقابل صفر. نعم هي عرضية وخطيرة وصعبة. أنيس البدري استلم الكرة، أوي الحكم ثم انطلاقة مرة ثانية الرجوية محاولة التوزيع والرجات لهم كرة خطيرة كرة خطيرة با الدفاع ضاعت أول فرصة صعبة وخطيرة تريفية الضغط العالي الكرة في الراس خطيرة أو بشرية أو جماهيرية أو خطيرة وضع تسلل جول أنيس البدري حطها في الجول. كنت أعتقد بأنه في وضع التسلل، الحكم المساعد لم يشر لذلك وهدف مباغت. هو الترجي نعم صاحب المواعيد الكبرى والمحطات الكبرى والخبرة ترجوية. الكرة تلقى على جهة اليسرى حداد محاولة المرور والتغطية من محمد علي يعقوب، الحكم يقول خطأ لمحمد علي. ما زال عنده الكرة يرفعها، لا لم تكن مرفوعة بالشكل اللائق. التغطية الدفاعية اليسرى كرة خطيرة حمد الهولي كرة جول با جول الترجي يبدع يا سلام، الرجاء في غيبوبة يا سلام، هدف ثاني بلعبة ثانية فرصة ثانية كرة ثانية وجول ثاني لعبة عالمية يا سلام. وضعية صعبة يا عناصر الرجاء الكوكوبي يبحث الكرة البعيدة تماما ووضع التسلل هذه المرة من أنس البدري راح أنس البدري دخل يطلبها الهوني رائعة الكرة هذه أنس البدري في اتجاه الهوني ولكن تغطية دفاعية كانت هي لصالح عناصر الترجي تلعب في القائم الأول من أنس البدري الجهة اليمنى حاول يمر صراحة لحد الآن الترجي أحسن تنظيما من الرجاء البيضاوي. طبعا الرجاء تلقى هدف بعيدة كثير على أحداد التغطية الدفاعية من سامح الدربولي خطيرة سامح الدربالي صدقوني كنت راح نقول بأنه خبرته وتجربته تصالحي محسن متولي على جهة اليسرى كرة خطيرة لا ليست خطيرة سهلة خطأ هنا من سامح الدربالي يصفر الحكم أنه مفاجأة كبيرة الهوني تصيدة يسف عن طريق اللاعب زكريا وردي التوزيع في القائمة الثانية بالراس لا ثالثة عن طريق محسن متولي كرة مرفوعة بالراس التغطية الدفاعية من هنالك لم يقدر عليها وكرة خطيرة والتوغل من هنالك أرضية يسرى عن طريق اللاعب مالينجو تغطية من محمد علي اليعقوبي بروعة الحكم يقول تماس للترجي في جهة أحد الرفقاء عبد الإله مدكور الهوني يتفوق عليه ويراوغ والانطلاقة وفيه خطأ تلعب بسرعة والحكم يرجع ويمنح البطاقة الصفراء أم نبى مع بونسو يتقدم بونسو مازال الحكم على الكرة تسترجع مرة ثانية نجومة والكرة في الركنية اللي حاول يمر دخل كرة خطيرة ركنية لصالح الرجاء والتغطية الدفاعية باليسرى لمحسن متولي محسن يسدد والكرة جانبية تخت ماذا يفعل بلاعبي الرجاء طبعا حتى الكرات السهلة تصبح صعبة بالنسبة إليه أيوة بنانا على جهة اليسرى هاي كرة صعبة التسديدة با يا محسن يا متولي عند بونسو يرجع الكرة بينية خطيرة ما تسلل أم لا الكرة من ناح الكرة أنها تعبر عن مشاعرها وعن خطأ وبطاقة صفراء لمحمد علي اليعقوبي حمد الهوني هاي كرة صعبة لخطيرة والدفاع على خط العشرين متر تنفذ أرضية والحارس بن شريفية بروعة سلام رائع بن شريفية ينقذ الترجي يتنقل في كل مكان محسن والتوزيع في القائمة الثانية كرة خطيرة
فابريس نجا، الكرة في القائمة الثانية خطيرة وفوسيني، حمد الهوني إليا شتي، إليا شتي وتوزيع، لا 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 أنيس، كرة أخرى في العارضة الأفقية، محسن متولي أنت موجود في كل مكان يا محسن، هايلة الكرة بالرأس، والتكة في القائمة الثانية بيصلاح كادي يسجل الهدف الثالث، يلعب من هنالك من قبل المتميز، وصل على الجهة اليسرى لحدود وتسديدة، كرة صعبة لصالح الترجي وغلو تسديدة، البحث عن حداد، التوزيعات صعبة من متولي، رائع يا متولي، ودخول لطه ياسين خميسي، هاي كرة صعبة والتوغل من هنالك، الحكم يخلي اللعب ويحتسب ضربة مرمى، ما اعطاكش حتى الركوية، نعم يعني محسن متولي مرفوعة بشكل رائع محسن، ولكن الراسية بعيد، دقيقة لابقات على نهاية هذه المباراة، الكرة خطيرة وجول، الكرة خطيرة وجول، سند الورفلي ولكن الحكم المساعد رفع الراية.